شويه نحط روشتات سريعه بصراحه. اتفضل. اما شفت الارقام اتفاجئت. ارقام ايه؟ اللعيبه كمبالغ؟ اه طبعا بعضهم فيه مفاجاه وبعضهم عادي في الطبيعي. طب اتفاجئت في العالي والوطي؟ اه بص يا كابتن سيف، احنا لما يعني العالي عالي قوي والوطي وطي بعض في بعض العناصر عالي قوي وما قداش ومش عايز اقول ما يستاهلش، ما ينفعش ان هو كان يتعمل له عقد بالارقام دي بدون ذكر اسامي طبعا. وفي ناس ما حسينا في ارقامها ان هي ما خدتش حقها. يعني انا هضرب مثل لان ده المثل دوت احنا قلناه يمكن الناس كلها عارفاه. شيكابالا انا من لما كنت موجود كمدير كره في موسم 17 18 كان الراجل ده بيلعب، الولد ده بيلعب ببلاش، صح ببلاش، يكاد يكون بيدفع فلوس مثلا لما تيجي. احنا لما كنا بنحب نطبق غرامات عليه مش لاقيين له فلوس نخصمها. محترم الحقيقه. فهو بص ده ايه يا كابتن؟ دي الاجيال اللي تقدر تطمن وهي موجوده على مستقبل نادي الزمالك، لان في يوم من الايام والكلام ده احنا قلناه وكنا بنقوله دايما للعيبه دي، دول كباتن الفرقه وكبار النادي، يعني هيجي عليهم يوم من الاوقات والكلام ده قلناه، هيجوا عليكم يوم في وقت من الاوقات تبقوا قاعدين مكاننا، تبقى انتوا اللي بتتفاوضوا مع الاجيال الثانيه. فتاكدوا ان الحاجات دي كلها عمرها ما بتتنسي. الجماهير عمرها ما بتنسى مواقف اللعيبه. اعتقد ان شيكابالا ضرب المثل يعني بكده. طيب.